يا يسوع، سألوك التلاميذ يوم: علمنا يا رب أن نصلي. هالصلاة اللي علمتهم إياها يلي نابعة من قلبك كإله، علمنا نفهم إرادتك فيها ونعرف اللغة يلي بتفهم فيها علينا، هو القلب المحب يلي قالت العذراء بميديغوريه: أجمل صلاة عند يسوع هي صلاة القلب. ولما سألوها كيف الواحد بيتعلم يصلي من قلبه، قلت لهم: مثل ما واحد بينغرم بخطيبته من خلال عشرته معه ومعرفته فيها، تكبر المحبة بقلبه ويوم من الأيام بصير يحكيها من قلبه. علمنا يا يسوع كل مرة بنقعد معك تكبر محبتنا فيك وننغرم أكتر وأكتر ويصير قلبنا يشتاق لك، ويوم اللي بنحكيك نحكيك من قلب والعين بمحبتك، قلب مشدود إلك بيبتغي يبقى دايما معك. أعطينا هالنعمة يا رب، حتى عند ما نصلي تكون صلاتنا مليانة عاطفة تجاهك ومليانة أشواق وحب ومليانة إيمان ورجاء. علمنا يا رب إن نصلي، علمنا كل مرة بنقعد معك نكبر بعلاقتنا فيك وتصير حياتنا تشع بأنوارك، وكل اللي بيتعرف علينا أو بيسمعوا أفكارنا وأحاديثنا ينغرموا أكتر فيك بيصيروا كمان بدورهم يحبوك. علمنا يا رب، أعطينا روحك، هالروح يلي بأنواره منلاقيك، هالروح يلي بقدرته منختبرك، هالروح يلي بعظمته منشاهدك منلمسك، هالروح يلي بيحولك شخص بحياتنا، هالروح يلي بيعرفنا عنك كإله. روحك يا رب اللي سكبته فينا بالمعمودية خليه يفجر مواهب وعطاياه بداخلنا، حتى لنكبر معك وتصير فعلا إله حاضر بحياتنا، ولما نحكي عنك نحكي عن إله منحبه أكتر من عن أفكار فلسفية ولاهوتية. بطلب منك يا رب تبارك كل الحاضرين الليلة بهالكنيسة، خاصة المجروحين والزعلانين، بارك العيال الموجودة معنا، بارك ولادهم. يا يسوع غير الواقع اللي عايشينه، رد سلامك على أرضنا، وليأتي ملكوتك ويملك فينا. بقدم لك المرضى الموجودين معنا، بقدم لك كل اللي عندهم ماضي حزين، بقدم لك كل عايز، كل محتاج، كل إنسان بينقصه الضروري بحياته، باركهم يا رب. وبقدم لك كل الأشخاص اللي عندها مشاكل، تجربة كبيرة، سقطتها كتير، ساعدهم يا يسوع أن ينهضوا من واقعهم ويتقووا فيك ويجوا صوبك. بارك الحاضرين واعطيهم أنهم يفرحوا بقوة الذبيحة، يفرحوا بحضورهم فيك ونعمتك تغمر قلوبهم تيمجدوك لأبد الآبدين. آمين.